فكانت هذه الوقفة العشائرية من أجل أن توصل رسالتها إلى العالم، كل العالم. رسالتنا نحن رجال العشائر والقبائل والعائلات الفلسطينية لإخواننا في الضفة الغربية أننا دعماً وإسناداً وتمكيناً لكم بكل ما نملك، بأرواحنا، بأموالنا، بأنفسنا، بأبنائنا، بكل مقومات الحياة التي نملكها. نحن نفدي إخواننا، هم إخواننا، أبناء وطننا، لهم الحق بأن يتمتعوا بالحرية الكاملة حتى يندحر هذا الاحتلال إلى زوال بعون الله تبارك وتعالى. غزة دائما حاضرة، وقدرنا في غزة أن يكون الألم في القدس، الجرح في القدس فنتألم هنا، أن يكون الجرح في نابلس فنتألم هنا، أن يكون الجرح في شعفاط ونتألم هنا، أن يكون الجرح في السجون ونتألم هنا. لذلك وقفتنا اليوم هي وقفة تضامن ومساندة ودعم وتأييد لما ذهبوا إليه أهلنا في القدس وفي الضفة الغربية من عصيان مدني ومساندة للمقاومة وسير على طريق الشهداء. ونقول لن نتخلى عن دماء الشهداء، لن نتخلى عن دعم المقاومة، لن نتخلى عن مساندة أهلنا.